إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرعه الله لعباده دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله العظيم تعالى وطاعته، وأحذركم وأنهاكم بعد نفسي عن عصيانه ومخالفة أمره، لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، حما فزعوا لرخوي تختب شاء وأبزقوا بوج قزري الحكر فتشجو وزيشو تكر وزفزتي غبك تكر زيقا غير أمراض القلوب جا شخوا نمفدو شحاب خبكة نمفدو بيبس نمفدو سوء الظن شوف كما ويتحيا تمثنر بسم الله ويتحيا تمثنر وتحكنر إلى آخره. ثلاثة فاير يجب أن نعلم أن المحبة بين المؤمنين شرط من شروط الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة. المحبة شرط من شروط الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة. خد بسمنو دنايم تتر شبخن غكسو إيمان يقو وطيسو جنة مجم قبصر. الله سبحانه وتعالى فرازو يباشخا يمحجنو جم خبصر شوشاون غاقت كم شو بسمن كم جا إيمان ريغا قورقت تدخلتك أبشاء فغنبار مكتب عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. جنة في حتب جنة رقش وختب إيمان قش قتنسو إيمان في مؤو أفقن غفي مؤو ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في إيماني غقو رختب إيمانو جنة مزني غستر في أتب يؤو أثغن غا في عبزق يمسو. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فغنبار مقارئ زقورة فلاج نقفص ونفايا زقورة فلاج رم
أستغنغا شو عبد زكوخري غحنو قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. سلامر يشغب بك يا أول. فغنبار عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى رباه وأدبه، أدرك بنظرته التربوية التي استقاها من الله عز وجل أنه لا يستل سخائم الحقد من الصدور، ولا ينتزع أدران التنافس والحسد من النفوس إلا أخوة صادقة عالية تسود حياة المسلمين. زريخ نشأر بقوطم شقوان را بجرا زفتبكن را وجاغن را. فغنبارم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى مقريغ شعوش يا خرقت كم حنفش جا نقوى قوى ديجة تعبزقو خيم حنفش جا تزمش قواجن فش جا زفتبكن فش جا. فغنبارم قوتي غسهو أخوة صادقة في الله عز وجل تابزقو علاقة أخوة في الله يمسمقس معاني قد واتكرقت شجت تي إيمانك شجت علامة سؤال تتلحن تشكت أشخنغو إيمان تي أم. هيك أكما ياشش زرط أغن فدو أكوبر زريكتر قوم بس من دينم تيغاشر. فغنبارم عليه الصلاة والسلام تيغاشر دعا إلى إفشاء أي الإسلام، إلى إفشاء السلام بين الأخوة بين الإخوة ليكون مفتاح القلوب للمحبة والتلاقي على الخير. قتئ ورع فغنبارم عليه الصلاة والسلام قلت التنفش جاء بسم الخير تشتزك تنفاي مثال تتفيح يقرر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. زفدر يا مؤمن خير يا بزقو على كل سر فسغن را زتبتن را داك زرا اوجن را از شافن را وتشو قاك فنم را قم فد يوا قم زبرك وزق زخرم يوا قرزرك كو اوفخا حبتر استر روخ جفدن فاي على كو بسم الخم كتاب زقو يسر جشت نمس مقص دنايا كي اخرق يبقت شي جتر مخن كما تعكان حنا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم الصادق الواعي احكام دينه يعلم ان الاسلام الذي دعا الى المحبه والتواصل والتعاطف هو الذي حرم التباغض والقطيعة والهجر. بسم دينو خزتي أرر استغاش أرر أستغن غتا بزبيش فايو تشتو أرق زرب غختر استغاش أرر أرر تحريم زي شرر يحرم تحريما قاطعا كوب شغو حرام قيغت وزفتب كنر بيب شنر بزقزف بحنر وزشق ونر إلى آخره. فغنبارم عليه الصلاة والسلام كتير ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. نبغيت وزارة لغز خرم يأوى تحن فشقيا دين فشقيا يا شكرك وطاغ فشكا أشي معنا فتشجيش نب